يا الله يا الله يا الله. إلهي بحق محمد وآل محمد، كراما لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ارحمنا وارحم هؤلاء الموتى بحق محمد وآل محمد، وارزقهم وارزقنا بشفاعة الحسين، كراما للحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم، يا أرحم الراحمين. يا الله سيد ليث الشوكي. نعم سمعتك تكثر من الدعاء للموتى من حولك ولنفسك وأنت داخل إلى المقبرة، معتاد على هذا الدعاء للموتى؟ عسى وإن نحصل إن إن شاء الله إنسان خير يدعي لنا كذلك مع هاي الموتى. يعني أنت تدعو للموتى من حولك وتتمنى إنه باكر لما تكون في القبر أكو من يدعو لك؟ أكيد. بالرحمة والمغفرة. أكيد إن شاء الله. هذا الدعاء ينفع من المؤمن للمؤمن؟ أكيد. أكيد هذا الدعاء عن قول معصوم. أها. موثوق. وإحنا شيعة موالين أكيد. وحاشا لهم أن يخلونا بهذاك اليوم اللي ما إلى لا أخ ولا أب ولا أم ولا صديق إلا هذا الدعاء. يعني أول دخولك إلى المقبرة وبدأت بالدعاء للموتى من حولك، وين ما تدخل واللي كثير يكون الدعاء في قلبك، لحظة الدعاء اللي كان في قلبك إنه أنت تنتظر من الله سبحانه وتعالى ومن أهل البيت عليهم السلام ومن المؤمنين اللي باكر يزورون المقبرة وأنت أحد الموتى أن يدعون لك وأن يحضرونك أهل البيت وأن الله سبحانه وتعالى يشملك بهاي الرحمة. آمين رب العالمين. هذا اللي كان في بالك؟ هذا اللي كان في بالي. ما كان هذا جاي عن خوف أم عن طمأنينة أم عن رجاء؟ والله عن شنو؟ عن طمأنينة وعن رجاء وعن خوف وعن فطرة وعن كل شيء بالدنيا. شلون يعني؟ شلون كلهن؟ خايف يعني أنت؟ مطمئن؟ نوع الرجاء نترجى أن هاي الخدمة اللي قدمناها السيد الشهداء أن نال يعني ثوابها وفائدتها، ومن نوع الفطرة إحنا ما عدنا شيء، فقط الحسين ونحب على 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 الفطرة، يعني ما عدنا شيء. يعني أنت فطرتك الحسينية وخدمتك الحسينية هي اللي تحسها الحصن إلك في ذلك العالم. أكيد. ورقة النجاة إن شاء الله. أديت الواجب اللي عليك اتجاه الحسين؟ أنت مطمئن من تأدية الواجب؟ مقصرين من هذا الجانب. آه. هاي الخدمة إيش ما تقدي إيش ما تسوي؟ ليش دائما كل خدام الحسين؟ نعم. دائما تلقى عندهم شعور بالتقصير اتجاه الإمام الحسين سلام الله عليه، بالتقصير اتجاه خدمة القضية الحسينية وخدمة الذكر الحسيني وخدمة العزاء الحسيني. ليش دائما هذا الشعور موجود عند خدام الحسين برأيك؟ كل إنسان، لأن هذا خادم الحسين يحس بروحه يعني إلى وجاهه من الحسين ويحس خاف، ما يعني ما منطي الحق اللي ينطى إلى الحسين، ما منطى هاي الجائزة اللي هداها إلى الحسين اللي هي معرفة وجاه ووجه بجاه الحسين. تحس روحك مقصر دائما، حتى لو تقدم الكثير من هذا العمل لكن أنت مقصر أمام الحسين سلام الله عليه. هم قرأت مجلس في مقبرة أو على قبر؟ أي قرأت أكيد. قرأت؟ قرأت بوادي السلام. تنتظر أن يقرأ على قبرك مجلس؟ أتمنى، هذا أمنيتي الوحيد أن
احظى بخادم حسيني مخلص ويجي على قبري ويوقف هاي الوقفه اللي انا واقفه على هذا القبر ويقرا. خلي الفانوس على القبر يا الله، خليك على وقفتك يوم رايت الامام الحسين رايت حبيبك سلام الله عليك يا مولاي وسيدك ومولاك يا مولاي، وايديك على الرايه. شنو تتلمس لما تضع ايدك على رايه الامام الحسين؟ ايد القلب وين تروح؟ اتلمس الامان، الطمأنينة. احس انا واقف يمشي من الحسين. ايش حال لو الحسين يجينا؟ هو يعني مرتاح. من خلال كلامك اقدر اعتبر اللي قاله سيد ليث الشوكي الان هو وصية لأهله وأحبائه وخدام الحسين، أنه يكون هنالك مجلس على قبره يوم وفاته. اي والله هاي وصيتك. هاي وصيتك. هاي وصيتي. أتمنى من كل خادم يجي على قبر سيد ليث ويوقف ويعرفني، سواء كان يعني يعرفني عن طريق التواصل الاجتماعي، يعرفني عن طريق الكلام اللي يوصل بحقي إليه، يعرفني عن طريق الصدفة اللي لاقتني أنا وياه. أتمنى يعني أن لما يشوف قبري يقرأ مجلس ويقرأ الفاتحة وجزاه الله خير الجزاء. إن شاء الله هو هذا الثمرات اللي ينولها إن شاء الله. أنت إن شاء الله، أنت إن شاء الله تستاهل أنه تذكر جزاكم بخدمتك الله خير. حسينية نسأل الله القبول إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. عندك شغف لاحتضان رأية الإمام الحسين الآن؟ لمها بين إيديك. أكيد لمها بين إيديك. صفت الراية على راحتك. صلي على ارفع الراية ولمها بين إيديك على راحتك. إذا يجيك واحد من خدام الحسين ويطلب من عندك هاي الراية يقول لك تهديها لي، تهديها إلي؟ كنا على فريق، هاي أكيد آخذها ويوصى بها إذا الله أخذ أمانته في يوم من الأيام. هاي الراية تكون الجواب. وين راح بالك من شفت الصورة سيد ليث؟ رحت لهذاك العالم. ما تذكرت أهلك، عيالك، ناسك من وراك؟ أنت أرض بعيني أمي. أمي خادمة الحسين. في أذية هذا الخبر. يا حسين ندبايم يكون ترجوى أتمنى شوفا يك وذرف بشايبو أتمنى
أبا عبد الله وحبيبي حسين، أتمنى شوفك واذرف بشاي بشاي، بس خايفني مقصور يا مولاي يا مولاي حسين، يا خلصت عمري بخدمتك 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 مولاي مولاي، وقت الدفن رايد فزعتك أنا وقتي دفين رايد فزعتك، ويلي خفيف الوحش بداعة اختك، مو يا خفيف الوحش بداعة اختك، يا المايا الخير يا المايا يا لغيرك الحياتي أنخاك مولاي وبعلي، أنخاك تحضرني بمماتي بمماتي حسين، أنخايك تحضرني بمماتي وعينك على أولاد وبناتي، هي وعينك على أولادي وبناتي، شو يعني لك انه انت ناعي للحسين، انه انت تبتش الناس تنزل دمعتها على مصيبة الحسين، نسيهم مصابهم وتذكرهم بمصابة ابي عبد الله، شنو يعني لك هذا؟ عسى وان باشر هذا النعي ايه؟ اذا مو مني مقبول ارجاه ان يكون على هيئة الجماعة اللي يبجون، عسى ان دمعة مقبولة منهم تغفر لهاي اللي أن يكون دمعة مقبولة. آمين رب العالمين. تفيد هاي الدمعة ها؟ أكيد. دمعة أبكى وتبكى علينا أي. دمعة. من بكى وبكى. بحور من بحور جهنم. نسأل الله بحق محمد وآله أن نكون من المنظورين عند الحسين. ليش ذكرت لما سألتك؟ ذكرت أمك بالذات وقلت أخاف عليها وأنه بالك راح يمها. أبو فيصل أمي قلت لي هي خادمة الحسين، خادمة الحسين بكاء على الحسين، يعني النهار ما يطول هذا التلفزيون قدامها ما مفارقته أبد، وهي عتها ولد بمطامير السجون، احنا ثلاث ولد، يعني إذا هذا بمطامير السجون وهذا جو القاع وخذ أمانت، بعد شي يظل بهاي الأم اللي تعبت وربت وسهرت حتى شفنا بهذا المقام، وذكرها الحسين يخفف عليها أكيد أكيد، لذلك أنت خايف عليها؟ أخاف عليها من الصدمة من الخبر إن أنا وياها ما عندي كلام وياها، يعني أمي لا حبيبتي. هم تنعالها الحسين؟ تقعد يمها هم تنعالها على الحسين؟ لا والله، بس مرات من أجي
يمها والقاها. ليش ما تنعالها؟ انقهر عليها. المرض كبيرة وهيكلها ضعيف. تحزن حيل على الحسين. كلش ليش تحزن؟ مش لو ما كان بس يستاهل الحسين واحد. حيث احنا هي عتها اسواق حيث مرات وامها قالها ترى الناس سمعت صوتنا عيب، بس هو الحسين ما اقدر احاكيها. ايش عتها يعني؟ تصيح تصيح تفقد تفقد. يا ابو عبد الله كل احنا نخاف من هذا اليوم. وكل احنا نبكي على الحسين ارجاء لهاي الوقفه. نتمنى ان يجينا الحسين بحق هو الحسين ويجيب الدموع ويا ويقول انتم بكيتوا علي وانا الخاطر هاي الدموع. انظركم واشفع لكم جاه محمد. قلت لي انه تتمنى انه خدام الحسين يقعدون على قبرك. اتمنى هاي امنيتي. يذكرون الحسين ينعون الامام الحسين. اساوأ خليني اقعد السنه معك على قبر المرحوم الناعي سيد ليث الشوكي. شنو تتمنى ينكتب قدام اسمك؟ خادم الحسين. خادم الحسين. خادم الحسين. اي انا لله وانا اليه راجعون. وانا اليه راجعون. اي من تحضر مجالس الفاتحة وتنعى موت الناس. أي وأكيد تعرج على مصيبة الإمام الحسين. أكيد. وتنعالهم عن الحسين. أكيد. حضورك بهاي مجالس الفاتحة هم أجب بالك ضميرك بخاطرك انه راح يكون هذا اليوم ويجي وينعقد مجلسك؟ كل يوم سن. كل يوم هذه اللي كل يوم افكر بهذا التفكير. تتذكر هاي اكيد يعني انا ما اقول لك يعني افكر 24 ساعة، لكن اكثر الامرار اكثر التفكير اكثر الاحيان تفكير على الموت فقط. استعديت له سيد ليث؟ بينك وبين نفسك استعديت لهذا الرحيل الى هذه العالم؟ احنا ما مستعدين لكن احنا احنا طمعانين. جميل. اي نطمع بهاي العالم ان يكون الحسين هو الشفيع. الحسين هو شفاعته. اكيد اكيد ما عندنا غيره. اذا ظل علينا احنا ناس يعني عندنا هواي امور. عندنا حب الدنيا وعندنا شهوه وعندنا العين وعندنا السمع وعندنا النفاق. احنا مو يعني الناس معصومين. اذا معصومين تمنينا الموت. أن ما عندنا ذنب. بس احنا ما عندنا. ما عندك احنا ذنب؟ ماكو. لا اقول لك اذا كنا احنا ما عندنا ذنب احنا معصوم فنتمنى الموت بعد علي من ضالين. بس احنا ناس عقلنا متلاعب وي الهوى وي الميول وين ما يروح يروح. فنرجى الحسين ان يكون هو الشفيع هو الضامن. انا لذلك هذا الموضوع دائما بداخلي. اكيد ما يفارقني ابدا. دائما تستحضره ابدا. هسه احنا في رغم انه تحاول انه تستعد لهذا اليوم تحضر زادك لكن هذا موضوعة القصور يرافقك. القصور باقي في داخلك. القصور باقي ما يطلع القصور. ليش ده الشعور بالقصور؟ قلت لي لانه عدم قدرة على تأدية الواجب يعني. لا مو قصة القدرة. هم حضرت مجلس في يوم من الايام. نعم للحسين. مجلس للحسين. أي ونعيت وحسيت نفسك ودك تروح للحسين ترتاح للحسين. كثير والله كثير من المجالس. شلون يصير عندك؟ أشوف الناس تبكي فمن حتى من أطلع من المجلس. الآن أنت في كربلاء. كربلاء الحسين. سلام الله عليك. كربلاء أبي الفضل. سلام الله عليك. وفي واديها. أكيد والله. وحولك قبور شيعة أمير المؤمنين اللي حتماً, حتماً 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 يتمنون ذكر الحسين الآن بيناتهم. وهاي رأيت الإمام أمامك. إذا أطلب منك أن تنعى أب ينعى ابنه الحسين ينعى علي الأكبر شو تقول؟
تقول ويلي من تلاقى ويوم الوداع علي يا أبو علي يا أبو ويلي من تلاقى ويوم الوداع الأبو لا على ابن والولد والولد لا على يا ابني يا ابني علي حلو الاطباء علي أبوي 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 يا محلى الولد ما أبي أين الأولى أولادي ليلى أبي وأمي تتذكر علي الأكبر تقول لي يما يا يما يا يما يما ما بين الأولاد يما يا حب الولد ما بين الأولاد فراق الأولاد يما الخلف فايد يما يما ينعى ينعاد ينعاد يما ذاك الحجي يوم ينعاد هاي اللي يقرأ ايه يا سيد ليث ان شاء الله تحضرك السيدة ليلى وتحضرك السيدة زينة حق الزهرة وتنعل الحسين هناك شنو وصيتك لهذا الرأي يا سيد ليث؟ هاي وصيتي لهاي الرأي الشريفة العظيمة المقدسة أن تكون ويايب داخل لحدي داخل لحدي أي. في بالك وصية ثانية توصيها لناسك؟ والله وصيتي على كل شخص أذاني مبر الذمة ظالمة وما أدري بروحي غاثة فد يوم من الأيام ما أدري بروحي أرجو أن يبرين الذمة لأن كل إحنا آخر المطاف هذه الحل الوحيد تريد تروح خفيف ها؟ آمين كل إنسان إلى هاي الأمنيات وإلى هاي الآمال أن يروح خفيف أن يروح مستبشر ما يروح مثقل منو تتمنى يكون أول نور يتجلى لك في أول ليلة فرق. يتجلى إلي أمير المؤمنين أمير المؤمنين وأمري شو تقول له إذا شفت ذاك النور شو تقول له أقول له إبشار بك يا علي أنا شار. ما عندي غيرك أنا ما أندل الطريق وأنت إجيتني عدلين ميتين إيه؟ يمك يا يمك علي يمك يا علي وأمنيتي الوحيدة إذا حضر أمير المؤمنين إن شاء الله يحضر أن يطيني بضع دقائق ويسمعني حتى أقرأ له مصيبة الزهراء بأبي وأمي لما أكمل الغسل اشتقرأ هسه بدقيقة هسه اشتقرأ بدقيقة دقيقتين اشتقرأ للزهراء أقرأ لما أكمل الغسل ونادى ايه؟ ولدي حسن حسين زينب أم كلثوم تزودا من أمكما فاطمة الله لما جلس الحسين الله. عند رأس الزهراء أمه كلميني قطعت الله. نياط قلبي الله محن محن يما ليالي الضيم ما قدرين يما ليالي
وين ما قدر محنا يا محنا يا كفى لا لا كثرا عليا الله يما محنا محنا يا مثل امي فلا صارت لا مثل امي فلا صارت محنة محنة تحين بالليل وتلول علي يا أمي يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا واحد من المصائب يا زهراء أنت أول ما دخلت المقبرة دعيت للأموات وإن شاء الله دعائك مقبول وإن شاء الله تجد من يدعو لك يظهر الغيب دوما يا الله يا هاي رأيت الإمام الحسين بين إيديك سلام الله عليك يا أبو علي أنا أريد أبقى يوم صورة الناعي سيد ليث سيد ليث الشوكي خادم الحسين إن شاء الله أمين رب وأريد أدعي إليه وأريد أهدي له ثواب الفاتحة ولكن أريدك تتوجه الآن رأيت الإمام الحسين بين أيديك أريدك تتوجه أو تنعى زينب للحسين إيه استاهل مولاتي منا أبدأ انعى زينب وأنا راح أبقى يوم القبر توكل على زينب بجان يا عيوني لمح جار لمح جار زينب تقول مثل لمحة بصر وقتي مثل 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 لمحة بصر وقتي لمح جار لمح جار بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو عبد الله ايش لون بي وسيق الواد وحسابي وين ملئ مني المعاصي كتاب ايش لون بي لو غراب مني الاجل واخذ سمعي لموت ولساني انشكل ظلت عيوني تدير على الاهل تشوف فاته الليل دميع لا ينصاب الى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع